أنت توقع أستاذ عدي إذا يعني شد السيد السوداني شد ويا قوى الدولة، توقع أحد الميليشياويين راح يطلع بالتلفزيون ويهدد القائد العام للقوات المسلحة بقطع أذنيه كما فعلوا مع الكاظمي؟ اي نعم، لأن هذه مصالح مثل ما تفضل الضيف الكريم من عمان. هاي يوم اللي الصراع يصير على المصالح كلهم يستكلبون عليها. ماكو فشي يسموه مصالح البلد ومصالح العراق والمصالح العليا، هذه كلها تنحط على كتر كل من يصيح شلون نفسي يلا نفسي او يا روح ما بعدك روح بلي. يا روح ما بعدك روح، هذا واقعنا، هذا واقعنا على الأقل خلال هاي العشرين سنة الماضية. لذلك أقول إحنا لما نتحدث يعني أنا أستغرب لحد الآن البعض يقولون والله السوداني شروقي. يا أخي هذه دولة، هذه مصالح دولة، هذه مصالح وطنية وإقليمية ودولية. شنو شروقي شنو غير شروقي، هذه كلها لازم نخليها على كتر، لازم نفكر بعقلية الدولة، بعقلية بلد، بعقلية إدارة دولة. طيب ماكو شروقي، وإلا ليش تنازل هذا الشروقي لحد الآن خلال 6 أشهر مرتين تنازل للكرد وسلمهم في كل مرة 400 مليار دينار عراقي مثل ما سمعنا ومثل ما شفنا ومثل ما، وين العد هاي الشروقية مالته؟ لا ذني خلين على كتر عزيزي. احنا عدنا كما قلت عدنا دولة وعدنا إدارة دولة، عدنا مصالح وطنية، عدنا مصالح أستاذ نزار العفو إذا تسمح لي أجيك أستاذ سعد أجيك هو أجيك تسمح لي. أولا أجيك. أنا أجبتك، أنت قلت لي متكئ على أمريكا، قلت لك هذا الرجل شروقي، فأنت أو أرجوك يعني رجاء أستاذ نزار مع احترامي وتقديري وأنت على رأسي أرجو أنه احنا نحدد الإجابات. أنا جاوبتك من سألت من قلت متكئ على أمريكا، قلت لك هذا ابن الجنوب ما يتكئ على أحد، فتقديري وإحترامي لجنابك، هذا جوابي إليك. أرجو أنه أنت يعني تحدد إجابتي، أرجو أنه لا تروح زايد بالإجابات، هذا إجابتي إليك. أنا أشكرك. أنا إشكالي عزيزي، أنا إشكالي هذه العبارات والمصطلحات ما لازم تذكر عندما نتحدث عن إدارة دولة وعن مصالح عليا لبلد. هذه شروقي، هذا سني، هذا هندي، هذا مدري منه، هذني لازم نخليه على كتر الله يخليه. صح، يعني عادل عبد المهدي مو شروقي، المالكي مو شروقي، الجعفري مو من الجنوب زعيم حزب الدعوة، العبادي مو ناطق رسمي باسم حزب الدعوة شروقي. شروقي شنو راح ندخل بموضوع الشروقية؟ لا مروح على هذا الموضوع، فلازم شنو هذا مروح. لذلك الذي أريد أن أقوله أنه هذه المصطلحات يعني مع احترامي لك سيد العزيز على رأسي أنت، لكن أنا أقول لما نتحدث عن دولة وإدارة دولة وإدارة مصالح بلد، أنا أعتقد هذن المصطلحات ما لازم تنذكر أطلع. أنا هذا رأيي. أستاذ نزار عيوني. طيب. واضح أستاذ نزار، حتى انتقل أستاذ سعدي. أنا تحدثت إيه؟ أنت سألت قلت متكئ على أمريكا. لا هو يقصد هذا ابن الجنوب ما يخاف. أي يقصد أكو اتفاقات مع دول. اتفاقات الدول لا تحددها هوية الإنسان من أي منطقة. هذا اللي يقصد. اتفاقات. نعم أنا أؤكد على شيء أقول أولاً هذا ابن الجنوب، أؤكد يعني هذا ابن الجنوب ما ممكن اليوم يتكئ على الغرب. هسه يعني مثلاً لو كان ابن الشمال أو ابن الغربية كان شنو؟ كان يتكئ همينة غرب ونص؟ لا 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 الكل هذول بلاد التضحيات، هو ابن عائلة مجاهدة. كل العراقيين لا تخصص لي فئة محددة أستاذ سعدي، فدوة أستاذ سعد، كل العراقيين الشهداء، كل العراقيين بس واضح احنا لا نخلي أستاذ سعد فدوة الجعفري. لا بس خل أذكرك عفوا، الجعفري زعيم حزب الشهداء، زعيم حزب الشهداء، زعيم الحزب الذي أسسه المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، تاليها شفناه يهدي سيف ذو الفقار إلى وزير الدفاع الأمريكي الذي احتل بلاده. يا عزيزي احنا ليش نحكي على كل يعني السادة الكلام.